الشرفاء ولسنا من يسخر الهواء للنيل من المحترمين الذين اخذوا على عاتقهم حب الزمالك والمطالبه بحقوقه مهما كانت العواقب. اروح معاكم لقضيه ثالثه تقشعر منها الابدان النهارده. ومعلومات مزلزله في قضيه صفوه فرج يا ترى مين صفوه فرج ايه صفوه فرج راجل اقيل ورجعوه من ساعات لوظيفته ولكن لانه تحول الى قضيه فخشى المسؤولون في الزمالك ان يتسرب منه معلومات او يتكلم يمينا ويسارا اعادوه للعمل ولكن كورة بلدنا صفوة نوح ولكن كورة بلدنا أبى إلا أن يأتي بالقضية برمتها إقالة وعودة صفوة نوح إيه قصة صفوة نوح في الزمالك يا سادة قصة صفوة نوح في الزمالك الآتي صفوة نوح مدير شؤون العاملين الجديد بنادي الزمالك وعاد مجددا بعد اقالته ومنذ ساعات وبالتحديد لما حصل تسريب ان احنا نتكلم في كرة بلدنا فخافوا تعود تفاصيل اقالة صفوة نوح مدير الاشتراكات لمرتضى منصور حيث كان بحوزته كشف باسماء ستة اشخاص من ادارة شؤون العاملين والمطلوب نقلهم من الادارة بحجة عدم التعاون معه وانه لن يستطيع التعاون معهم تناسى صفوه نوح ان هؤلاء الاشخاص وقتها الراجل يعني نسي ان هؤلاء الاشخاص خط احمر في الاداره كونهم محسوبين وفي معيه وحمايه رئيس النادي مرتضى بل ومن اشد انصاره وننفرد باسمائهم كما كانوا في كشف صفوه نوح اشرف رفعه الشهير ببسبوسه اشرف الشريف احمد مصطفى احمد مشاطي اشجان عبد المنعم ونجلتها فيه عبد المنعم نجدي. ما كان من رئيس النادي الا انه اتخذ قرار بنقلهم وايقافهم جميعا. فجن جنون السته، انا بحكي لكم القصه. وقرروا عقد جلسه مع رئيس النادي لشرح ما يدور بالكامل. كان بحوزتهم مجموعه من المستندات تفيد بان صفوه نوح يتجاهل تعليمات رئيس النادي. وتضمنت في الورقه اللي قدموها الرئيس النادي والمستندات الاتي حرفيا. شطب أربع موظفين من الاشتراكات متغيبين من يومية الحضور والانصراف الشطب كان مجاملة لسهير الشاعر مدير الاشتراكات والتي تربطها صلة قرابة بصفوة نوح أربعة توقيع صفوة نوح على أوراق أجازات للموظفين دون الرجوع لرئيس النادي حسب تعليمات بعدم التوقيع على الأجازات الخاصة بالموظفين إلا من خلاله كمان السيدة سهير الشاعر كانت سببا في تعيين صفوة نوح في هذا المنصب لما توسطت عند رئيس النادي حتى يعين في هذا المنصب مديرا لشؤون العاملين وعلى, وعلى الفور قام رئيس النادي بفصله من منصبه بعد الستة قالوا له هذه المعلومات وإيقاف عضويته وإيقاف أولاده ولد وبنت عن العمل والذين تم تعيينهم يعني كمان ولد وبنته متعينين من فترة قريبة جدا في النادي. كمان برنامج كرة بلدنا بس عشان تبقوا عارفين وصل للأسباب التي أدت إلى عودته مجددا النهارده 21/9/2018 وننفرد بهذه الاسباب للاقاله ونضع علامه استفهام امام العوده. لماذا خافوا من صفوه نوح واعادوه للعمل؟ هل يمتلك اوراقا تهدد احد ام معه مستندات خافوا ان تظهر للاعلام؟ نشوف.